اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثانيه من مجموعه حلقات صوصات المكرونه. زي ما اتفقنا في الحلقه الاولى، الصوصات ما بتنتهيش. اي حاجه بتتاكل ينفع تتولف مع حاجه ثانيه بتليق عليها بتتاكل وتتحط فوق مكرونه وتبقى صوص. فالصوصات عادتها مش معروف، اي حد يقدر يخترع الصوص بتاعه، لان المكرونه زيها زي الرز، زيها زي العيش، كل حاجة ممكن. لا نعملها ساندوتش لا نغمزها، كده بتنفع. يعني اللي ما بينفعش ساندوتش بينفع غموز، ولا ما ينفعش غموز بينفع ساندوتش. فزيها زي العيش، المكرونة ممكن نعمل لها ألف صوص وصوص، ألف وصفة ووصفة. لكن الحلقات بس عن الوصفات الإيطالية التقليدية القديمة جدا، أساس صوصات المكرونة. في الحلقة اللي فاتت عملنا الصوص نابوليتان، أو اللي هو بتاع الناس اللي ساكنين في الصعيد إيطاليا، في نابولي، الحته اللي تحت دي في الصعيد، او بيسموه كمان مارينارا، اللي هو صوص الطماطم، الصوص اللي بصلصه الطماطم، او يعني طماطم متسبكه، هو ده المارينارا او النابوليتان. الحلقه اللي فاتت برضو عملنا صوص البولونيز. البولونيز اللي هو جاي من بلد في شمال ايطاليا، في الحته الاغنى شويه، اسمها بولونيا. الصوص بتاع الجماعه بتوع بولونيا دول، اللي هو صوص باللحمه، صوص بولونيز، اللي هو احنا بنعمله لحمه مفرومه مع شوية بنسويها، أو يعني بعد ما بنحط عليها طماطم وبنسويها في طماطم. لكن اتضح إن أهل بلدها، أهل بولونيا، بيعملوها، بيسووا اللحمة في مرقة ويحطوا طماطم خفيفة قوي، بحيث إن صوص اللحمة ما بتبقاش حمراء، المكرونة ما بتبقاش حمراء، يعني فيها لحمة كتير مستوية على الهادي، بس مش لونها أحمر قوي، عكس ما إحنا بنعملها. عملنا كذا حاجة، بس خلينا نتكلم عن اللي هنعمله النهاردة. اللي هنعمله النهاردة إيه؟ هنعمل مكرونات تاني بصوصات مختلفة، منها إن إحنا نعرف الوصفة التقليدية الأساسية للصوص، ومنها إن إحنا كمان نعرف الاسم اللي ساعات ممكن نقراه في مطعم أو حد يقوله ونبقاش عارفين هو إيه بالظبط. بالظبط الصوص اللي اسمه ألفريدو، ده اللي هنبتدي بيه حلقتنا. هنعمل صوص ألفريدو. ألفريدو ده هو الراجل اللي عمل ده، يعني الشاف اللي كان عامل ده في مطعم كان اسمه ألفريدو، فسموا المكرونة على اسمه فبقت صوص ألفريدو. الأخ ألفريدو ده عمل مكرونة بكمية، أو الصوص بتاعه، صوص ألفريدو ده، حط كمية فظيعة من الزبدة، حط الزبدة كتير قوي قوي قوي، وجبنة كتير قوي قوي، ولما بتنزل عليها المكرونة السخنة جدا، الجبنة بتسيح في الزبدة وبتبقى صوصي كده وبتمشي. ده صوص ألفريدو الأصلي. بعد كده صوص ألفريدو بقى في كل حتة، الناس بتلعب فيه شوية وبتغيره شوية. أنا علشان ما استخدمش كمية زبدة فظيعة، فمش هعمل الوصفة الأصلية المرة دي، وهعمل الوصفة اللي اصطلح عليها إن هي ألفريدو. هفكركم، الوصفة الأصلية ما فيهاش غير زبدة وجبنة وبس، زبدة وجبنة، ويعني فلفل طبعا وجوز الطيب. لكن بعد كده الناس بقت عايزة تخف شوية الزبدة، بإن هي تحط زبدة كتير. الأصلي الجبنة البارماجان دي والزبدة دي. بعد كده الامريكان لعبوا شويه في الوصفه، ولان الامريكان عملوه بقى بالطريقه اللي غيروا، ما بقوش يحطوا كله بارمجان. ليه؟ لان البارمجان غاليه قوي، حتى في امريكا غاليه، في الدنيا كلها، فما حدش عايز يبيع حاجه غاليه قوي للناس وتمنها يغلى، فبطلوا يحطوا كله بارمجان، وبقوا يغشوا في، او يعني يلعبوا في الوصفه شويه، يحطوا البارمجان الغاليه حبه، ويحطوا معاها الموتزاريلا اللي ارخص شويه حبه، او الشيدر. خلاص، يبقى ادي ده الوصفه اللي هي مش الاصليه قوي. موتزاريلا وبارمجان مع بعض. وبعدين بدل ما كانوا بيحطوا زبده 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 كتير، بقوا بيحطوا شويه كريمه علشان تدي صوص سايل، بدل ما يحطوا انتار زبده. فده كمان التحديث اللي حصل تاني، حبة كريمة. وأي حاجة فيها لحوم أو أجبان بتليق قوي مع جوزة الطيب، فإحنا كمان في الآخر هنحط رشة جوزة الطيب، وهننتظر، أو هنحاول إيه، نسيح الحدوتة دي. عايزة أعلي النار شوية. زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت، ان احنا دايما دايما نهتم بالصوص قبل ما نهتم بالمكرونة. ليه؟ المكرونة مش المفروض ابدا تتاكل
اتسلقت واتصفت واتسابت تبرد ويعاد تسخينها او تتشطف وتبرد تاني او تتاكل بارده. المكرونه السخونه لازم تكون ان هي حالا حالا مسلوقه. فاحنا بنطمن ان المكرونه كده كده هي مش 10 دقائق بالكتير وساعات اقل. فاللي ممكن يطول هو الصوص. بنبتدي الاول نعمل الصوص، ولما الصوص يوصل لمرحله لطيفه بنعمل المكرونه. الصوص الحديث بقى نوعين من الجبنه، وبيحطوا الاضافه ان هم بيحطوا شويه كريمه علشان ما يضطروش يحطوا زبده كتير، وعشان تبقى ايه برضو تدي ليونه شويه. وما ننساش جوزة الطيب اهي. الله الله على ريحه، يعني جوزة الطيب دي يا جماعه حاجه جميله بشكل. احنا عملنا حلقه مره قبل كده بس عن جوزة الطيب، كان في مجموعه حلقات كده عن التوابل وعملنا حلقه عن جوزة الطيب. احنا كده نكون بنخلص، بس خليني اقول لكم على الصوص الثاني اللي بعد كده. الصوص الثاني اللي بعد كده انا هعمله علشان نتعرف عليه، مش علشان تتحمسوا تعملوه، لانه ايه بس نتعرف. انا بحب الواحد يعرف وفي الاخر ينقي هو هيعمل ايه وما يعملش ايه، بس نعرف كل حاجه. الصوص الثاني اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هو اسمه صوص كاربونارا. الكاربونارا دي صوص معتمد اساسا على البيض وصفار البيض الني. خلينا الاول نطلع الحاجات اللي هنعمل بيها الكاربونارا. نطلع بيض وصفار بيض، ونطلع كمان جبنه بارمجان وبس، وسلامي. ده للوصفه اللي جايه. اوكي خلينا دلوقتي، انا شفت الصوص ده ظبط معايا، وطالما الصوص ظبط خليني اكمل اغرف. وهنا الدنيا بقت تمام واستوت. يلا زي ما اتفقنا، دايما 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 اصفي وبسرعه قبل ما كل الميه تتصفى، ارجع بشويه الميه دول كده احتفظ بيهم في الحله قد اعوزهم. قد تبقى المكرونه ناشفه او الصوص تقيل قوي ومش مش طري كده، فاحب ازود كام نقطه ميه، ساعتها مش حلو اني ازود ميه من الحنفيه، فساعتها ازود ميه المكرونه. خليني اقدم اول طبق، انا هعمل كده عشان يندمج وحلو قوي. لكن عاده في المكرونه الصوص دايما بيتقدم منفصل، يعني المفروض يتقدم المكرونه وجنبها الصوص، بالذات في صوص الطماطم، بس في الصوصات دي شغال. بصوا هذا الشيء العظيم اللي ريحته بجد بتشهي، تفتح النفس قوي. وطبعا هو مليان سعرات حراريه من هنا لبعد بكره. سيبوني ارش له رشه الفلفل الاسود اللي بتحليه، ولازم ادوق، مش هقدر اجل الدوقان، لازم ادوق. الاكل المكرونه دايما في المطاعم يروحوا جايبين لنا ايه، جايبين لنا كده معلقه مع الشوكه علشان نقدر نلم المكرونه فيها. حتى لو قعدنا كده كله هيطلع، فنقدر نلمها كده في المعلقه وناكلها. طيب هي حد نفسه فيها، مش عايزه ابقى باكلها وحد عينه فيها. تهبل فاصل ونرجع. دلوقتي هنعمل الكربونارا اللي قلنا هي فيها بيض ني، فبنتعرف عليها وبعدين كل واحد اللي يعني براحته، بس نتعرف. ده بيض، واحنا هاخد مثلا كفايه قوي صفار 3 بيضات لو هاكل شخصين. انا هحط مكرونه تاكل ايه، مش هحط مكرونه كتير، بلاش اكتر. طب 3 بيضات صفار، واخد بيضه كده بالكامل صفارها على بياضها على كله. واول ما هحط بيض في اي حاجه فورا 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 هروح احط فلفل. ادي الفلفل،
فورا. بيض يعني فلفل، يعني بيض يعني فلفل او فانيليا، حاجه من الاثنين، يعني عمره ما يتحط وما يبقاش وراه جري حاجه. لو حادق فلفل، لو حلو فانيليا. نبتدي بقى ايه، خليني كمان في طاسه تانية كده. الكربونارا دايما بتتعمل بسلامي او باي لحوم من اللحوم يعني مش المصنعه، اللي هي المتجففه زي الباسترما مثلا، بس الانواع المدهنه. احنا ما عندناش الانواع اللي هم بيستخدموها في ايطاليا. نقلوا نوع لحم فيه شويه دهون، احنا اللي موجود دلوقتي سلامي فهنستخدم سلامي، لكن لو في حاجه مدهنه اكتر بتبقى الطف. وتحطوها على نار هاديه خالص علشان الدهن ينزل واللحمه ايه تنشف سن، يعني مش تنشف خالص بس تنشف شويه. زي ما احنا بنعمل كده، قطعوا اي نوع لحمه. بيبقى حلو قوي البيكن البقري، يعني لو عندكم بيكن بقري حطوا بيكن بقري. المهم حاجه يكون فيها دهن عشان ينزل وتدي طعم، الحاجات دي بيبقى طعمها عالي قوي. فيعني هنحط دي، نكسب الوقت. وخليني اعللها سنه عشان الوقت. والبيض ده بقى هنقعد نضرب 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 نضرب. هو الصوص هو البيض، الصوص هو البيض ده كده من غير ما يتحط. المفروض انه ما بيتحطش على النار، لانه لو اتحط على النار البيض ده هيبقى اومليت، يعني بيض مضروب محطوط على نار بقى هيمسك، هيبقى اومليت. شويه شويه هنضربه حبه حبه كده عشان يبقى صوصي، عشان يبقى يزيد ويبقى صوصي شويه بس مش كتير. لاحظوا ان احنا بنضرب صفار، اغلبه صفار. لو بنضرب بياض بينشف، بيبقى زي ما بنعمل في المارينج او كده، البياض لما بنضربه بينشف، لكن احنا بنضرب صفار، فالصفار ده كله دهون وحاجات لذيذه كده. وبعدين هنحط مع برضو هناك يا جماعه، عندهم الجبنه دي حاجه داخله في كل حاجه. يلا خليني هزود بيضه كمان علشان اخلي الصوص غني شويه. المكرونه بعلي عليها بقى بسرعه علشان يلا عايزاها تخلص اوام. ناقصني ايه في الحقيقه؟ ولا حاجه، هي الصوص كده خلص. انا عماله بقول في ايه، هي خلاص حطينا الطماطم، البيض، حطينا الجبنه، حطينا السلامي، مفيش ولا حاجه، والفلفل طبعا مفيش ولا حاجه تاني. الحاجه الفاضله في الصوص هتبقى ميه المكرونه. هنحط لما هنسلق المكرونه هناخد شويه من ميتها نحطها في الصوص. طيب هنا المكرونه تمام. يلا الريحه تحفه تحفه تحفه. صحيح هو ما نزلش دهن احسن، عشان هو اساسا السلامي ده مش مدهن، بس انا مبسوطه انه ما نزلش دهن، عشان احنا كده النهارده ايه افرطنا في استخدام الدهون، افرطنا. بصوا بقى، احط شويه المكرونه اللي انا عاملاهم على القد دول صغننين اهو، واخد الطاسه دي من على النار ابعدها، وانزل الصوص بتاعنا اللي هو كله عباره عن جبنه بالبيض الني. هي دي بقى اللي اسمها الكربونارا. بس كده اتعرفنا وتشرفنا وبس، ونلحق نقلب بسرعه ليه قبل ما البيض ينزل في حته واحده ويستوي، لان الطاسه برده سخنه شويه. واذا احتاج الامر هناخد حبه صغيرين قوي قوي من ميه المكرونه، وما نزلهاش لما انزل الميه، ما نزلهاش هنا، لاني هبقى كاني بدي دش للمكرونه، بغسلها من اللي فيها. انزلها على الجنب كده اهو، وهي بعد كده تدخل وتختلط بالكل. بس طبق الغرف بس ممكن نغرفها في ده. بصوا بقى، بصوا هي شكلها يعني بيض ني وكل حاجه، وفي ناس كتيره انا عارفه ان هي ممكن تبقى
الموضوع يعني حساه مش عاطفي، بس كمان هي برضو شكلها حلو وهي بتتغرف. دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نعمل الصوص التولياني الأصلي نمرة 3. دلوقتي هنعمل نوع صوص برضو إيطالي صميم وأصيل جدا. ده معمول في بلد اسمها جنوة، فبيسموه بيستو جينوفيزي او بيستو على جينوفيزي، مش مهم خالص الاسم، بس بيستو بتاع اللي هو بتاع اهل جنوة، بتاع بلدياتنا اللي في جنوة. البيستو ده هو الصوص الوحيد اللي ما بيتحطش بارد، ما بيتحطش على النار خالص، وهو صوص بيتعمل، كان مبدئيا بيتعمل في الهون، عشان كده سموه بيستو. بيستو الحاجه المدقوقه يعني. فهو احنا طبعا هنعمله في الخلاط الكهرباء، في الكبه الكهربائيه، بس زمان كانوا بيقعدوا يدقوا الحاجات دي اللي هي الصنوبر، الحاجات دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الصنوبر. كفايه. بيدقوا بقى، بيمسكوا الهون حجر ويروحوا يفضلوا يدقوا الصنوبر ده. طبعا الصنوبر ده كله زيوت، كله زيوت، فاول ما بيدق يعني بيدق بسهوله جدا لانه ناعم. ويدقوا معاه الاول، يحطوا توم. اللي بيطلع الوصفه دي وحشه لو حد عملها في البيت انه يكتر التوم، علشان يفتكر لو كتر توم هتطلع احلى. هي عايزين توميه واحده، واحده مش كتير، ممكن ربع كوبايه سنيبر على توميه لو هياكلوا فردين. المهم الطريقه ان احنا الاول هنعمل السنيبر مع التوم. لما ينعم شويه نطمن انه ناعم، هنضيف الريحان، لان لو حطينا الريحان بدري زي ما انا كنت بعمل مش هينعم السنيبر كفايه، لكن على الناشف كده بيبقى زي العجينه شويه. انا عايزه ده اوطي على النار هنا اللي بسلق فيها المكرونه. طيب ننعمه حبه كمان. كده يعني مش وحش، نعم. طيب نبتدي بقى ساعتها نحط عليه الريحان. بشوف جودة الريحان. الريحان هنحطه كتير لان هو في الاخر هو الطعم والنكهة في الريحان. يعني السنيبر ملوش طعم، هو ليه ملمس، السنيبر بيخليه ناعم وملمسه حلو، لكن الطعم الحقيقي هو الريحان، يعني هو أهم مكون. حط معاه الملح عشان نسهل، وخصوصا لو ملح خشن هيسهل قوي إن هو يتفرم. خلاص يبقى احنا الأول حطينا السنيبر مع التوم عشان ينعموا، لأن التوم كمان لو دخل مع حاجات فيها مية زي الريحان كده مش هينعم كويس. وبعدين نحط السنيبر الريحان مع الملح، لأن الملح بيساعده إن هو يلف كويس. ودلوقتي نبتدي نحط اخر حاجتين، الجبنه وزيت الزيتون. اكشولي الجبنه الاول، دي جبنه برضو الغاليه البارمجان. حلقه النهارده فيها حاجات مكلفه، وانا على عكس يعني على عكس ميولي، انا بحب الحاجات اكتر اللي مش مكلفه، بس هي حلقه تولياني فايه ليها وصفاتها الخاصه. يلا الباقي هناخده مع الزيت. تفتكروا احط حبه جبنه تاني صغيرين؟ حلو، يلا نديها لفه تاني بالجبنه وهنبتدي. يبقى فاضل لنا بس زيت الزيتون. ده زيت زيتون بكر ممتاز. يعني ايه بكر ممتاز؟ يعني الزيتون من غير ما يسخنوه داسوا عليه دوسه جامده، اتعصر ونزل الزيت اللي فيه، فيبقى اسمه بكر ممتاز. بيبقى طعمه احلى بكتير قوي من الزيتون اللي بقى بعد ما عصروه اول عصره خدوا تاني عصره وثالث عصره والحاجات دي. برضو زي ما قلت لكم، لان دي وصفه حقيقي مكلفه وحقيقي غاليه،
فالجاهز منها لطيف وبينفع، مش احلى في الطعم على فكره، يعني الجاهز طعمه اقل من طعم اللي معمول في البيت، بيطلع عبقري عبقري، لان الريحان وهو طازه مهما عملنا مش هيبقى زي ريحان بقاله قد كده في البرطمان. الريحان الريحه الفظيعه بتاعته دي بتروح مع الوقت، فاكيد ده طعمه احلى بس مكلف جدا. الجاهز هيكون لطيف يعني اقتصادي قوي. طيب حلو قوي كده، تمام تمام. يا ترى المكرونه عامله ايه؟ شكلها جاهزه للاكل. انا حاطه حبه قليلين قوي. يلا بقى نجيب طبق. شوية اللي في الحلة دول، صوص البيستو على البارد كده. الريحان من الحاجات اللي طعمها أحلى بكتير من لو ما سخنتش، بيبقى فريش، لو سخن بيروح النطازة، يعني بيروح طعم إن دي حاجة طازة. يا رب حلو قد إيه، إيه ده بس يا جماعة. وده كان بيستو الريحان. دلوقتي بقى ما ندوقش ونطلع فاصل ونرجع نعمل اخر طبق. اخر فقره دلوقتي من حلقه صوصات المكرونه. هنعمل ايه؟ هنعمل مكرونه بريمافيرا. بريمافيرا دي صنف يعني حديث نسبيا، اللي هي مكرونه الربيع. ليه؟ فيها خضار 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 خضار. احكي لكم حكايه اللي الفها بعدين، يعني اللي الف الوصفه في وسط الشغل. خلينا دلوقتي نقول ان هي مكرونه كلها خضار، وعشان كده بيسموها مكرونه الربيع، لان كانوا في حته ساقعه قوي فما كانوش في ايطاليا اللي عملوها، فلما جه الربيع الخضار طلع فسموها مكرونه الربيع. تحطوا فيها ايه؟ حطوا فيها اي خضار، اي خضار موجود عندكم. انا هنا هنا انا بسلق شويه مكرونه صغيرين قوي وعاملاهم مكرونه بني، باعتبار اني لقيت ان الوصفه صحيه فكملت وحطيت مكرونه بني عشان نمشي مع الحدوته يعني. وهنا هحط ندعه زيت. الوصفه دي بقى انا همشي صحي، همشي صحي بجد زي ما انا بحب. عايزه احط، اتعلمت ان احنا دلوقتي نعاير الزيت بالمعلقه علشان ده بيخلينا نحس اكتر بالكميه اللي بنحطها. النهارده طبعا كانت وصفات تقليديه قديمه، فزمان ما كانوش سمعوا عن موضوع الكالوريز دي خالص، كانوا الستات يحبوا يتخنوا عشان جوزها تعجبه اكتر كل ما تتخن. بصوا بقى انا بجد بحسدهم، يعني انا بحسد الناس بتوع زمان دول. ليه؟ كانت الست من دول تاكل تنبسط وتسعد وتتهنى باكلتها، وبعدين تتخن فتتهنى بحلاوتها، لان كل ما تتخن جوزها يلاقيها اموره اكتر. فشوفوا الناس دي عاشت حياتها، يعني اكلت وانبسطت وحلوت. احنا دلوقتي بندفع ثمن، لا تاكلي لا تحلوي، حاجه من الاثنين، لازم تختاري تاكلي ولا يبقى جسمك حلو. ما علينا، يلا هو زمن. معلقه الزيت بقى، نرجع لمعلقه الزيت. هنحط فيها فص الثوم ونسيبه زي ما اتفقنا. دي من الحاجات، التوم ده والبصل، الحاجات اللي هي طعم. التوم يعني التوم ده عباره عن طعم، ما بيتاكلش، هو اضافه طعم، يعني قصدي ما بيتاكلش لوحده، يعني هو محطوط عشان الطعم. التوم والبصل كل ما الحراره هتبقى هاديه عليهم كل ما هناخد منهم طعمهم، يعني ابدا ما اخليهمش يبقوا بني بسرعه بسرعه والطعم لسه ما خرجش في الزيت لسه. فخليني حطينا التوم وهنديله وقته، بس يعني نتاكد ان النار شغاله حلو، ونبتدي بقى اكمل تقطيع الخضار. انا استخدمت اللي بجد لقيته موجود ورا، بس لو عندكم بروكلي حلو قوي. لو انا استخدمت الحاجات دي اللي لقيتها عندي، كوسه وبصل احمر وجزر وفلفل احمر، بتبقى هايله لو في بروكلي، بتبقى هايله جدا، بتبقى هايله. تعالي يا كوسه، بتبقى هايله كمان لو في ايه،
كرات فاصوليا خضر، هصغرتي كده، لو في فاصوليا خضر هتبقى هايلة، لو في بسلة، لو في، عارفين كمان بيبقى في نوع من البسلة كده بس مش منتشر قوي، بيتباع البسلة مش بتتفصص، بيتباع الأخضر كله اللي هي الحتة اللي بيبقى جواها حبوب البسلة، بتبقى ناعمة قوي بتتاكل، دي بتبقى حلوة قوي في الخضار بس هي مش منتشرة يعني عندنا قوي. فإحنا كل هذه الخضروات الربيعية هنستعملها. أنا قطعت كوسة وقطعت فلفل، أدي الجزر، زعلانة إني ما عنديش بروكلي، بيبقى حلو قوي، بسلة، فاصوليا خضراء، اللي موجود، يلا شوية بصل. كل ده برضو أنا ساعات بقصد أتلكع كده وأفضل أعمل حاجات علشان الوقت هنا. أنا زي ما اتفقنا عايزين التوم، توم على نار هادية منزل طعمه منزل حلاوته، فنتلكع شوية ونفضل نقطع خضار عشان ندي التوم في الفرصة الذهبية بتاعته إنه يعيش كويس. خليني بقى دلوقتي عايزة أقطع البصل، هقطع البصل بالطول جوانح كده، يعني مش هقطعه حلقات، هقطعه بالطول علشان نحس بيه كخضار، احنا مش عايزينه يتهري، مش عايزين يدي طعم، لا عايزينه يقرش. حلو قوي، ادي التوم ابتدى يقول، ولو حطينا ملح عليه هنشجع الريحه بتاعته تطلع اكتر، يلا ريحته حلو قوي. وهنا المكرونه بتغلي، لو انتوا الخضار ده فيه بروكلي، في حاجات بينفع تتسلق وحاجات بينفع تتشوح، يعني في انواع خضار احلى في السلق، احلى تتحط في ميه سخنه نحطها، انواع الخضار اللي احلى في التشويح نحطها. يعني انا متخيلش مثلا الفلفل الاحمر والاخضر حلوين قوي يتبلوا في الزيت هنا كده، يتحطوا يتبلوا مع الزيت. الكوسه مش يعني ناعمه ولطيفه، ما تستحمل يعني مش طالبه ان هي تنزل في ميه، لكن لو في بروكلي طبعا احطه في الميه، محتاج البروكلي محتاج شويه ينزل في ميه بتغلي علشان يطرى شويه. الجزر هحطه برده في الميه، ادي خليني اهو، بصوا انا هنقي ايه الحاجات اللي اتحط هنا، يعني بس قبل ما نطفي على المكرونه نحط، قبل ما نطفي على المكرونه بدقيقتين كده عشان الخضار يفضل بيقرش ما يتهريش، فاخر دقيقه او دقيقتين قبل المكرونه نحط شويه البروكلي، شويه الجزر، لو في فاصوليا خضراء، الحاجات اللي هي مش هينفع تتشوح، مش هتبقى ناشفه قوي، لكن الحاجات الناعمه اللي هي بسرعه بسرعه زي البصل والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، فين بقى دي، تاخد تشويحه كده عظيمه. عايزين حبه كمان ملح تاني في الخضار، حبه فلفل تاني، يلا. الصوص ده البريمافيرا اللي هي حاجات الربيع، هيبقى الخضار والحاجه اللي هتتحط معاهم في الاخر تبقى عشان تبقى بس صوصي كده شويه هي الزبادي. فزي ما انتم شايفين الاكله صحيه، كلها خضار، كلها زبادي، حاجات سعرات خفيفه، وكمان عملناها بمكرونه بني، فيعني مكملين في السكه. دلوقتي بقى حطينا الجزر، يلا اصفي المكرونه بالخضار اللي هيتسلق. تمام، هنا بقى انا عايزه ايه، خلاص شوحنا هذا، ناقصني احط الصوص، قلنا هيبقى صوص زبادي، ف قليل صوص الزبادي، انا مش عايزه خلاص حاجه على النار، صوص الزبادي مش لازم يسخن، يعني يسخن بس مش عايزينه يسخن زياده كده. وادي ننزل عليه بالمكرونه، يبقى احنا عملنا كده البريمافيرا. طبعا الزبادي محتاج يعني سنه ملح وسنه فلفل نبقى متاكدين ان طعمه حلو اساسا. وكده احنا عملنا اخر صنف، الزبادي ده ممكن نحط بداله ساور كريم هيبقى لطيف جدا، ممكن نحط ايه تاني، لبن رايب او ساور كريم، لبن رايب بس هيبقى خفيف. وادي الباستا بريمافيرا، ناقصها ايه، ناقصها بشره جبنه، ممكن نحطها كده، ممكن نحطها في الاخر، ممكن نحطها وهي في الحله طبعا، ايه وهي في الحله بيبقى لطيف، بتندمج مع الحاجات احلى. بس خليني اديها، طالما احنا شغالين تولياني فكله جبنه مبشوره، جبنه مبشوره في كل حاجه. الطبق ده بصوا الحاجه الصحيه حلوه ازاي، انا عايزه اقول لكم حاجه، ده اكتر طبق صحي في كل اللي عملناه النهارده على الاقل،
ومع ذلك هيبقى من اجمل الاطباق. ففكره ان الحاجه الصحيه طعمها مش حلو دي فكره غلط جدا جدا. في اكل صحي وطعم، بس اللي يعمله صح. كده احنا خلصنا حلقتين صوصات المكرونه التقليديه الايطالي بتاعت بلدها، اللي هي لا افتكاسه ولا اختراعه، احنا لسه نقدر نخترع ونبتكس الف وصفه ووصفه، كل حاجه هتمشي، كل حاجه هتليق، بس احنا عملنا اللي اخترعوه الناس القدام، اللي هو بقى كده يعني بقى بختمه كده مختوم. عملنا البريمافيرا اللي هي خضار الربيع، دي الباستا الربيعيه، المكرونه الربيعيه، وعملنا الباستو اللي هي الحاجه المدقوقه، الريحان المدقوق. وكانت فرصه ان احنا الاسماء اللي احنا مش عارفينها نعرفها، وبرده ده انا ببقى يعني ده هدف من الحلقه. عملنا دي الكربونارا اللي هي كل الصوص اللي فيها عباره عن بيض، بيض وصفار بيض بس، فدي الكربونارا. عملنا الدسمه جدا والحلوه الحقيقه، كمان حلوه جدا، لازم اكون صريحه، دسمه جدا وحلوه جدا، دي الالفريدو، من اجمل الصوصات، مع ان فيها سعرات حراريه كتير قوي، لكن كانت حلوه. الالفريدو حطينا زبده مش قليله، وحطينا اجبان كتير، وحطينا كريمه، وطلعت حاجه عبقريه جدا. الحلقه اللي فاتت عملنا الصوص النابوليتان، او اللي هو بتاع الناس بتوع نابولي، او اللي اسمه الثاني مارينارا، المكرونه اللي بالطماطم، اللي هي المكرونه اللي بالدمعه بتاعتنا اللي احنا بنعملها على طول، الباستا مارينارا اللي هي بصلصه الطماطم، او نابوليتان، الاسمين لنفس الصوص. وعملنا البولونيز اللي هي بتاعه بلد بولونيا، جايه من بولونيا، اللي هي كلها لحمه مفرومه والطماطم فيها قليله قوي قوي قوي، وفيها شويه جبنه على طريقتهم هم الاصليه. وعرفنا ان البولونيز لما بيتاكل ما بيتاكلش مع سباكيتي، الصوص اللي بلحمه مفرومه مش بيليق مع السباكيتي زي ما احنا متعودين، بيليق مع مكرونه تكون عريضه او الخواتم الصغيره. وعملنا امبارح ايه كمان غير ده وده؟ عملنا الصوص السائع اللي هو طماطم وجبنه موتزاريلا على البارد، ما تحطش على النار، وده كان لطيف جدا برده، كان حلو قوي. فكده احنا خلصنا الصوصات التقليديه للمكرونه اغلبها، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده وموضوع جديد من عيش وملح قريب جدا.